امبارح وبعد الحلقة مباشرة كنت في طريقي في صلاح سالم. كل عارف صلاح سالم في هناك المبنى الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهير بالساعة السكانية الخاصة بالتعداد السكاني. وأنا واقف في الإشارة اللي هناك دي جه في دماغي لما شفت الساعة عدد من الأقاويل وعدد من الأقوال المأثورة بقى والشعبية اللي هي كلها مفاهيم غلط. الولد سند وكتر العيال عزوة، العيل بيجي برزقه وغيرها من الأمثال اللي دايما بنصبر بيها نفسنا علشان يعني يبقى عندنا كتر ولاد من غير ما نفكر في مستقبلهم إيه، وهي للأسف الأمثلة دي اللي وصلتنا للي احنا فيه دلوقتي. الساعة دي كان عليها رقم، الرقم ده أكتر من 103 مليون نسمة، 103 مليون نسمة من تعداد سكان مصر في الداخل. احنا زدنا يا جماعة مليون نسمة في 232 يوم تقريبا، يعني بحسبة بسيطة كده هنلاقي ان عندنا في مصر كل ساعة تقريبا بيتولد 257 طفل جديد. 257 طفل، يعني في معدل الزيادة السكانية في العالم كله دي ارقام ضخمة جدا. حد هيقولك الزيادة السكانية احيانا بتكون يعني البلاد قوة ضاربة فيها وشعبها لما يبقى عدده العدد السكان فيه زياده ده بيفرق كتير قوي في التنميه، بيفرق، بس بيفرق في حاله لو كان الشعب ده هو شعب منتج، شعب بيطلع سلع والسلعه دي بتتباع وبتدخل وبترفع الموازنه العامه للدوله. لكن القاعده بتقول علشان الناس تشعر بثمار التنميه الحقيقيه لازم يكون في معدل تنميه يعني تقريبا 3 اضعاف معدل الزياده السكانيه. يعني ايه؟ يعني لو احنا بنزيد 2 مليون كل سنه فاحنا محتاجين معدل نمو بيقدر بحوالي 6%، وده رقم يعتبر مش قليل خالص، لان في دول عظمى عملت في معدل نمو او عملت معدل نمو كان بالسالب في جائحه كورونا، وشفنا كبرى اقتصاديات العالم وهي بتنهار امام الجائحه دي وكان معدلات النمو الخاصه بيها بالسالب. بالتالي الزياده السكانيه بتكون مرهقه جدا مش للدوله بس، لا هي مرهقه للمواطن قبل ما تكون مرهقه لميزانيه الدوله، لان الاسره اللي عندها طفلين بالتأكيد قادرة ان هي تعلمهم كويس، قادرة ان هي توفر لهم حياة كريمة، قادرة ان هي توفر لهم حياة صحية كويسة وتوفر لهم أنشطة ترفيهية ورياضية كويسة. عكس ده والنقيض لده تماما هو الأسرة اللي عندها عدد أكبر من الأطفال، يدوب ميزانيتهم ويعني بنقول كده بالبلدي على قد الحال، على قد الأكل على قد الشرب، ده لو كفت. يعني في البداية لازم يكون عندنا يعني نوع من أنواع الوعي للمواطن، وإن كل واحد يبدأ بنفسه. لو كل واحد بدأ بنفسه أكيد الأحوال هتتحسن ككل، لأن أنا ما زلت مؤمن إن الآفة الحقيقية لأي تنمية بتحصل هو التعداد السكاني. والله يا أحمد يعني كلامك ما فيهوش جدال، لأن لو فكرت فيها كده كل ما بنسمع عن كلمة أو ضرورة إن احنا ننظم السكان كل واحد يجي في باله يقول يعني جت عليا أنا وولادي، يعني أنا وولادي هم اللي هيوقفوا الحسبة. طبعا الكلام ده لا يمكن يكون صحيح أبدا، دي قضية وكلنا لازم نشارك فيها، لأن طبعا العالم الأساسي هو تحسين جودة الحياة في أي دولة بيكون مرتبط بشكل مباشر بالقضية السكانية. شفنا امبارح انطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي شهده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيء المهم يمكن اللي شفناه مع بعض في المشروع ده إن هدفه مش بس إن احنا ننظم الزيادة السكانية، لا خالص، الهدف الأساسي هو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري. يعني مثلا الدولة المصرية أنفقت في الفترة اللي فاتت 6.2 تريليون جنيه على مدار 7 سنين. لو فكرنا كده أن تنفذ بيها حجم مشروعات ضخمة في كل محافظات مصر، سواء طبعا كان في الريف أو في الحضر، لو كان حجم الزيادة السكانية ده كان أقل أعتقد أن المشروعات دي كانت هتعود بالنفع عن الناس بشكل أكبر، الناس كانت هتحس بمردودها بشكل أسرع. خصوصا كمان ان امبارح شفنا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وهو في حفل اطلاق المشروع ازاي بيقول ان شكل المستقبل والوضع بعد 20 سنه من دلوقتي لما يوصل عدد السكان ل 150 مليون مواطن ايه اللي هيحصل والاستثمارات دي هتروح ازاي والناس هتبقى بتتعامل ازاي. عشان كده بنقول ان دي قضيه مجتمعيه وتنمويه مهمه جدا، لازم كلنا نشارك ولازم كلنا يبقى عندنا الوعي اللي خلينا ندرك ان 2 أصحاء سلام عندهم القدرة أنهم يتعلموا عندهم القدرة أنهم يعيشوا حياة محترمة هيبقوا كفاية
وزيادة، وربنا يبارك فيهم وربنا يبارك في ولادكم كلكم. صحيح. صباح الخير عليهم ولا إيه يا أحمد؟ يعني أكيد يعني لازم نصبح بجرعة من التفاؤل، لكن برضو أنت قلتي رقم، الرقم ده مش هين والرقم ده مش سهل، لما بنتكلم في 6 تريليون و200 مليون جنيه مشروعات أنفقتها الدولة علشان تحسن حياة المواطنين، يبقى لازم يكون في الناحية التانية في التزام. الالتزام ده بإيه؟ اللي إحنا زي ما قلتي يكون 2 كفاية، نبتدي اللي احنا نشتغل ونأهل الاثنين دول اللي هم فعلا يكونوا منتجين كمان، اللي هو يطلع يشتغل يلاقي بيئة ملائمة أو سوق عمل ملائم لمستوى التعليم اللي ابنهم تلقاه. أكيد دي أهم حاجة تكون موجودة. يعني بنصبح على حضراتكم، خلونا نبدأ يعني يومنا إن شاء الله بحالة من التفاؤل. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا مصر.